أن بعض البلدان العربية مثل الجزائر لم تعرف أي تغيير يذكر، هل أموال النفط هي التي أسكست الشارع أم أن الزوبعة قادمة؟ في نظري أنا لحامل الجزائر الآن ماشي لا القوة ديالها ولا الذكاء ديال النظام ديالها، ولكن الحالة الصحية ديال عبد العزيز بوتفليقة هي اللي عطيها واحد الأجر استرحامي. الولايات المتحدة والغرب كينتظروا الوفاة ديال عبد العزيز بوتفليقة، وماذا سيجري في الجزائر بعد وفاة عبد العزيز بوتفليقة؟ تكون حينئذ عاد الفرصة لانطلاق بما لهم من برامج ومن تخطيطات إزاء الجزائر. وكل ما بقى عبد العزيز بوتفليقة مريض ولكن حي، الجزائر عندها رحمة وكتبعد الأجال ديالها. هذه نظرتي، النظرية ديالي أنا، بأن ما سيقع في الجزائر من الصدمات غتكون قوية، لأن كاين واحد التعنت ديال 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 الحزب الحاكم، ولا سيما ديال الطبقة العسكرية الحاكمة اللي ما تبغيش تنازل على المصالح ديالها بسهولة. ثم كذلك أنه هاد الطبقة السياسية الجزائرية عندها علاقات عميقة مع فرنسا فيما يخص الجيش الفرنسي والمخابرات الفرنسية ومراكز القرار الفرنسية. ولكن في قطاع النفط مثلا أن لا سوناتراك عندها علاقات مع اللوبيات النفطية اللي هي في أمريكا واللي هي في الخليج. كنت يقن بأنه الولايات المتحدة ما كيقرروا الانطلاقة ديال الزوبعة في شي بلاد تكيكون ضامنين الوضعية النفطية. وكنظن بأن المثال ديال العراق هو أكبر مثال يمكن لنا نجيبه، وليبيا كذلك، لأن ما تحركت حتى شي حاجة فيما يخص لم يتوقف النفط. وإذا كان توقف لأن السعر ديال النفط كيخصو يبقى عالي باش الصين تنزل في الوتيرة ديال النمو ديالها، لأن كل ما النفط كينزل الثمن ديالو كل ما القدرة الإنتاجية والتنافسية ديال الصين كترتفع، باش يمكن لهم يضغطوا على الصين كخص النفط يبقى ثمنه غالي، لأن الصين كتستورد 100% ديال النفط ديالها، بما أنه ما عندهاش شروط اجتماعية في التكلفة ديالها، ما عندهاش حقوق اجتماعية، ما عندهاش البيئة، ما عندهاش مصاريف ديال البيئة فيما يخص التكلفة ديالها، ويد العاملة رخيصة بزاف بدون حقوق اجتماعية، التكلفة في الصين هي بسيطة جدا. باش يمكن تحارب القدرة التنافسية ديالها كخص النفط يكون مرتفع، وبالتالي دايرين حسابهم الأمور غادي تتبدل، لأنه حين بعد استقرار ديال ليبيا وديال العراق وما تبقى من الدول، ولا سيما من الدول اللي كتمر منها النفط، حينئذ عاد غادي يمكن لهم يغمروا بالنفط الإيراني. إلى حد الآن ما كيقدروش يديروها. في ارتباط بموضوع الجزائر، سؤال مقتضى، لما ستتحرك الساحة السياسية في الجزائر هل سيكون تأثير على المغرب مباشرة؟ أكيد، في حالي كانت تأثير ديال الساحة التونسية على المغرب، أي بلد مغاربي عنده تأثير على الآخر، ما سيقع في الجزائر يكون عنده تأثير كبير على المغرب، على الأقل فيما يخص الحدود، فتح الحدود أو لا تبقى مغلقة، فيما يخص العائلات اللي كيعيشوا في الحدود المغربية الجزائرية، فيما يخص التجارة. النظام الجديد اللي غادي يجي في الجزائر وده غادي يعترف بالسوق الحرة وبالمنظمة الدولية ديال التجارة، وده غادي يعترف بضرورة الارتباط مع صندوق النقد الدولي، غتكون عنده عملة كتصرف، وده العملة الجزائرية بدات كتصرف، والحدود المغربية الجزائرية غتكون مفتوحة. كنعرفوا بأنه واحد الطرف كبير ديال البرودوي انتيريور بروت ديال الجزائر، الدخل ديال الجزائر غادي يستافد منه المغرب، وهذه مهمة في حد ذاتها.